فاستفتهموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الدنيا أنه لا تحيا بشعب الله الوطن الملك لك من الفداء ضد كل اعتداء لك من الفداء ضد كل اعتداء أكبر دوار تكوين رئيس جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية بني خلف المحمدية. اليوم ارتأت الجمعية بأن كما كتعرف الجميع بأن بني خلف ولا سيما حي الفتح واحد ما فيش مرافق فين يلعبوا الوليدات وهذه ارتأت الجمعية المستقبل وجمعية الفتح بأن دير هذا الفضاء لتخفيف وباش يفرحوا شويه ديال الناس كما كتشوف اليوم الناس بداو كيجيو لنا لهذا الحفل فهذا الحفل ما هي الا بدايه بزاف ديال الانشطه اللي جايه لقدام باذن الله فكنتمنى لكم كنشكركم انتم كصحافه اللي حاضرين معنا ومحاضرينا والشكر الموصول للسيد القائد مركز الدرك الملكي بالحي الفتح واحد والسيد القائد المقاطعه الرابعه اللي هنا بني خلف كذلك والسلطه ككل جميع مكوناتها فتحية لكم انتم صحافة شكرا رئيس جمعية الفتح للرياضة والتنمية. صراحة هذا الحفل اللي هو متميز اللي بحضور ديال عدة فعاليات مجتمع مدني وجمعيات بعمالة المحمدية أيضا بالسلطات المحلية في شخص السيد القائد المقطعة الرابعة أذن الدرك الملكي ديال الفتح بني خلف. صراحة حفل متميز بحضور الجميع. احنا في أمس الحاجة لهذه الأنشطة الهادفة هذه المناسبات العظيمة مناسبة ديال الاستقلال. صراحة كاين
هذا الحي امس الحاجه لعده انشطه. كنشكر الصحافه بلا زواق اللي جات غطات هذا الحفل هذا في شخص اخ عادل اللي هو من المنطقه مساكنه ديال المنطقه والح على انه يغطي هذا الحفل هذا اللي هو اول من نوعه في هذه المنطقه هذه. إذن شكرا لجميع الفعاليات الحضور للمجتمع المدني الحضور الكريم. أولا السلام عليكم، أنا فائزة الرقداني إطار بجمعية الفتح للرياضة والتنمية مع الفاعل الجمعوي سي نور الدين السملالي. صراحة هذا حدث كيف تقر ليه الحي ديالنا أو بأحرى المنطقة ديال بني خلف جميعها. احنا يفرحانين جدا لأننا استدعينا أو كنا ضيوف الشرف هذا الحفل هذا، وكنحاولوا حتى حنايا ننميو من القدرات والمواهب ديال الاطفال ديالنا في الجمعيه ديالنا. كنديروا الانشطه كنعاونوهم باش ينميو القدرات ديالهم، وصراحه هذا حفل كنفتقروا ليه بزاف. وشكرا لكم ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معك موسى صابر فاعل جمعوي رئيس جمعيه نجل الاطفال والنساء ضحايا العنف ورئيس هيئة الوطنية لحقوق المواطن وكذا عضو بالكتاب المحلي لحزب تجمع الاحرار بجامعة بني خلف. اليوم جينا كنشاركوا الحفل الفني اللي كتشرف عليه جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية في شخصية رئيسها رضوان الزكريري وكذا جمعية الفتح للتنمية الاجتماعية في شخص رئيسها نور الدين السملالي. من هذا المنبر أشكر جميع المكونات وجنود الخفاء الذين ساهموا في هذا الحفل الفني البهيج بمناسبة عيد الاستقلال وذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة. شكرا للجميع وكذا لجمعية المجتمع المدني الحاضرة والهيئات السياسية والسلطات المحلية. كنتمنوا ان شاء الله مسيرة موفقة، ونتمنوا هذا الحفل يكون بادرة جد طيبة من اجل جمع شمل مكونات المجتمع المدني وكذا الساكنة. وكذا أشكر جميع الفرق الفنية المشاركة بما فيها مجموعة الترخاء برئاسة الفنان سيف شعيب، وشكرا للحضور الكريم والساكنة، ولا أنسى السلطة الخامسة أو السلطة الرابعة ألا هو الإعلام، جميع المناظر الإعلامية بدون استثناء، وكذا جميع الحضور الكريم. وهذا شرف لنا أن الساكنة أنها يكون واحد متنفس اليوم وهو حفل فني ساكنة الفتح جماعة بني خلف. هذا شرف كبير لنا. أولي دمي أعجل.